السلام عليكم، عمر معكم من تي ان سايبر. اليوم بشارككم فيديو على كما وعدتكم على وورد اوف كرافت ميستر بانداريا على السيرفر بريفي اللي خرج جديد واللي هو باندا شان. الفيديو الصوتي انا بري ريكوردي، انا راني مسجله قبل ما بعد ما عملت الفيديو، مي حطيته مش جيمنج لايف وكا وذاك الفرق. مي سينو في الفيديو هذا باش نوريكم النوفيل غاس اللي هي الباندا واللي بالكلاس الجديد الموان مانك. باش نعطي طرف محضر راي جو عندي انا بالانجلي، انت تكنيكات ولا سكي تو سكي انترفاس وحكايات هذوكم راه بالانجلي انت ما كيفاش نسكم ما تحلبوش ياسر، سامحوني وكا خاطر خير ان اللعبه نتاعي تكون بالانجلي وكا. سينو باش نوريكم طرف تكنيكات باش نوصل بالبيرسوناج حتى النيفو 8. بعد كش نكون بارتي 2 ان شاء الله نعملو جيمنج لايف ان شاء الله. الفيديو باش يكون سريع شويه خاطر مش سريع، تاع الفيتيس نتاع الفيديو باش يكون سريع باش ما ناخذ برشا من وقتكم. نوريكم لي صور جدد منهم الضربات تاع الكره كور تاع الموان. بون الموان التكنيكات نتاعو سا ديبون دو الارم اللي استعمل فيها، كل ضربه تعمل فازه بسلاح، تكون نفس التكنيك ما تعمل كل سلاح فازه، فهمت؟ احاسيرو وشاركم تكنيك اخرى اسمها الرول، كيف يتكربس مرتين ورا بعضهم وكاو. ان شاء الله يكون ان شاء الله يعجبكم الفيديو بالمسابقه وكاو. باقي عليكم انتم تحطوا جيم بارتاجيوه على الفيسبوك، وريوها لاصحابكم قبل ما تشجعوا الجو باش تعجبكمش خاطر فما عباد يخيروا ان يكونوا في الاكستنسيون تاع ليتش كينغ، فما شكون يحب البي سي، فما شكون يحب فانيلا، شكون يحب كاتاكليزم. مي بيرسونيلمون انا نخير ليتش كينغ معرفش، انا خاطر نحس اكثر اكستنسيون قريبه للفانيلا وفي اكثر كلاسيتو مخدومه خير، فهمت؟ هاسي كل واحد وراويه في هالدنيا. ان شاء الله وقتك شاء عجبكم فيديو، انا فريمون مستر باندري عجبتني اكستنسيون مش خايبه، الافكار نتاع الموان والتكنيكات تاع الموان ما مش خايبين، تسلسل تاع افكار فيها غير عادي في الكلاس هذاك. السيرفر فيه بتبيع برشا بوغيت، مي من هنا الجمعتين اخرين قلت طبي بعد سومين بلوكي لي في السومين اوفيرت يكون حاضر، يعطي في برسك اقل بوغيت اقل اقصاتها كيش اقل بوغيت هكا ويكون يخدم بالكدا انت سي سور. السيرفر هذا فرانكوفون انت في كل فرانسيس ولا كنديان انت دي كوبيكوا هكا. والسلام عليكم، خليكم مع الفيديو. Thank you.